شعور لا يوصف. يعني اللي ما بيجي هون وما بتصحر بالمسجد الأقصى وما بيشارك الناس وما بيشوف هاي الأجواء الحلوة راح عليه نص عمره، أجواء لا تعوض بالمرة. أنا كل سنة باجي من تقريبا من 8-9 سنين باجي هون، بقعد أسبوع كامل. والله المسجد الأقصى بشكل عام يعني مجرد دخولك من الباب، أي باب مسجد الأقصى، يعني خلاص في شيء هون عندك برتاح بنتش ما بتعرف شو هو. طبعا من إفطار من السحور، غير السحور يعني برضو أجواء برا بالخيال. ناس تيجي تفطر من حوالين يعني عرب الداخل بيجوا بيفطروا هون، بروحوا قليل ما يتسحروا هون، بس بصراحة أجواء السحور لسه أحلى من الفطور. كمان كل واحد مفطر بيزبط حاله وبقعد إشي حلو حلو مرتب. يعني بتمنى الجميع يجي على المسجد الأقصى ويشارك هذه الأجواء، ولسه الأجمل من هيك العيد في المسجد الأقصى هو العيد الحقيقي. والله شعوري حلو انه يعني انا بالاقصى وانه جنب دوري، يعني هيك ايش بعتز فيه وبفتكر. احنا بالله هيك نعمه انه قريبين يعني على الاقصى، وانه احنا فيه يعني ومرابطين فيه ومنحيه ان شاء الله يعني كل سنه. اليوم احنا حبينا هيك نلم الاولاد واجينا نعزز مقدسياتنا، شرينا كعكاتنا وفلافلاتنا واجينا هون تسحرنا، نصلي الصبح حاضر ان شاء الله. إيه الله يحمينا الاقصى، والله يا رب يجعلها يا رب تكون دائما امنه لنا كلياتنا يا رب. وكل سنه والجميع بالف خير. كان رمضان كثير حلو، كان الحمد لله رب العالمين يعني كيف ما لازم يعني. وان شاء الله كل سنه واحنا سالمين يا رب، وكل الامه الاسلاميه بالف خير يا رب.